الأردن هو الذي قدم الشهداء وعلى كافة المستويات، ملكاً، رئيساً، قائداً، ضابطاً، جندياً وشيخاً. ومن بين هؤلاء ومعهم لا ننسى الفرسان المتطوعين الذين قدموا الفكرة والنضال بأبهى مشاهده، الذين لبوا نداء الحق والواجب، أتوا من كل أرجاء الوطن، من شماله وجنوبه، شرقه وغربه، ليبقى الأردن أيقونة الشموخ والشيوخ وأرض العز والكرامة.